لم تكن العسكرية بالنسبة لمنتسبي الجيش الوطني مجرد فنون قتالية فحسب، بل مجتمع يعيش الحياة بكامل تفاصيلها من إعداد وتدريب قتالي لخوض معارك التحرير والانتصار، بل وأفراح أيضا بتأسيس حياة أسرية. جانبا الشباب يتدربون ويتأهلوا، وجانبا يرابطون في معارك وفي جبهات القتال، فمعركتنا قائمة وتدريبنا قائم، وكل البرنامج المرتب مسبقا سننفذه إن شاء الله حرفيا. وكما يزفون شهداء لهم ارتقوا في معارك الحرية والكرم هنا بأطراف موريس، يزفون آخرين من زملاء لهم شاءت الأقدار أن يأتي موعد اقترانهم في ظل حالة الحرب. وتلك هي فلسفة الحياة وطبيعتها بنظرهم. نحن نعيش الحياة كما هي، أفراح وأتراح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نؤدي الواجب الوطني، وبالتالي يسقط منا الشهداء والجرحاء. ومن ناحية أخرى نحن نبني الحياة، نحن دعاة حياة، لسنا دعاة موت. أجواء الحرب وانعكاساتها الصعبة لم تمنع هؤلاء الشباب من ممارسة حقهم في الفرح والابتهاج لزفاف زملاء لهم من نازح محافظتهم، اختاروا من الصدرين طاعة لفرحتهم. هذه هي طبيعة الحياة، يوم ندفن شهيد ويوم نفرح لعريس، وهكذا سنستمر وسنناضل، سنلاحق الحوثيين حتى جبال مران ورازح وضحيان وقطابر ومنبه وباقم. ثمة تناغم دقيق يصنعه الأبطال في الجيش الوطني، إصرار على المضي في تطبيع الحياة وصناعة الفرحة مقابل الاستعداد لمواجهة آلة القتل والدمار والإرهاب القادمة من كهوف التخلف والجهل. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.